ارتقام هذه الورشة لانطلاق المبادرة الوطنية للتبرع الطوعي الذي يشرف عنها يشرف عليها الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم، وهي المشروع الوطني الذي يهدف تحفيز ونشر ثقافة التبرع الطوعي بالمجتمع بالتعاون مع عدة جهات ذات العلاقة وعدة وزارات في الدولة من أجل ترسيخ فكرة التبرع الطوعي. انطلقت هذه المبادرة والهدف منها العمل على ترسيخ ونشر ثقافة التبرع الطوعي لمدة 5 سنوات بتشكيل اللجنة العليا لهذه المبادرة، والتي سوف تضم مجموعة من الوزارات المعنية بهذه الخدمة مثل وزارة مثل الهيئة للأوقاف ووزارة التعليم المتوسط والتعليم العالي ووزارة المجتمع الرعاية الاجتماعية، وكل هذه الوزارات سوف تكون لها ممثل في هذه اللجنة العليا من أجل ترسيخ فكرة التبرع الطوعي ونشرها في المجتمع، حتى تصبح عملية التبرع بالدم عملية ليست للطوارئ فقط، ولكن عملية عادة، وأن الإنسان يبدأ الأشخاص المتبرعين يتبرعون بشكل مستمر وبشكل اعتيادي، وهذا هي هدف المبادرة الوطنية لخدمات نقل الدم.